وأن تكون عبادتك لله بإذن الله، مش على هواك. تعبد الله كما أمرك الله. وكيف أمر الله؟ أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والآية الثانية: ولو كره المشركون. فالله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليطاع بإذن الله. من يطع الرسول قد أطاع الله، مش على كيفك. لذلك أهل البدع يسمون ما يسمون لهم اسم مشهور، إيش هو؟ أهل الأهواء. ليش أهل الأهواء؟ يعبدون الله بأهوائهم لا بشرع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال: صلوا كما رأيتم نصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. وقال في الوضوء: من توضأ نحو وضوء هذا. وقال: أصلي وأقعد وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مش على كيفك. هذا التصور عند كثير من الناس غير واضح. مرة صلينا العصر، واحد بعد الصلاة قال: كنا صلينا خمس، لا لا أربع، لا لا خمس. قال: حتى لو خمس زيادة خير خيرين. يلا يصير؟ يصير زيادة خير خيرين صلي العصر خمس ركعات؟ ما يصير. مش على كيفك. هو هذه معنى العبادة، الخضوع والتذلل بما أمر الله. استمع إلى قول الله عز وجل واجعلها نصب عينيك. هذه الآية قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت، مش كما تهوى. وتقول تهيأ لي، والله أنا شايف هكذا. لا، مو عبودية. هذه العبودية أن تعبد الله كما أمرك الله. الناس الأولين أول ما طلعت الأدوية والمستشفيات يقصون عن بعض القصص، ممكن لأن اليوم أصبحت مضحكة. كيف؟ قال يعطونا علاج يقولوا 3 مرات باليوم لمدة 3 أيام. يقول ليه؟ أنا يونس الوجع فيه مسكين، يقول له 3 أيام وثلاث مرات باليوم، شو يسوي؟ زقة مرة واحدة يصلح؟ هذا الحين صارت ضحكة، ضحك عليك. شو أنت تشرب مرة واحدة؟ يسوي فيك مضاعفات، يجيبك أرض أرض كل شيء، صباح العصر في المساء 3 مرات 3 أيام، حتى يأتي العلاج، يأتي نتيجته إيجابية، مش تشربه مرة واحدة. إذا كان الدواء هكذا لازم يوصف دواء بوقت معين، فكيف بالعبادة؟ مش على كيفك. أنت تصلي الفجر تخليها الضحى، والظهر تخليها مع العصر، والمغرب تخليها الساعة 12. لو واحد قال الحين ليش ما نروح عرفة الحين؟ أخف زحمة وكذا، يصح حجه؟ ما يصح. لازم عرفة يوم عرفة. وليش نروح نتزاحم؟ خل نروح لمكان ثاني أوسع لنا. لا، أنت عبد الله خاضع لله لأمره الشرعي، تعبد الله كما أمرت. ومعنى كما أمرت يعني تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا تزيد ولا تنقص. والزيادة في العبادة كالنقص فيها. ائت بالعبادة كما أمرت، ما استطعت إلى ذلك سبيل. وأما كل واحد يخبط على كيفه، هذا غلط.